السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أبيات للطغراء يواسي فيها معين الملك من نكبته، أي من مصيبته وأزمته التي تعرض لها، فهو يوصيه بالصبر والسلوان. يقول الطغراء: فصبرا معين الملك، إن عنا حادث فعاقبة الصبر الجميل جميل. هذه القصيدة قد تعجبني وتروق لي. هذه الأبيات فيها تطيب القلوب وتسلية النفوس وإبهاج الأرواح. يقول: فصبرا معين الملك، إن عنا حادث. صبرا أي اصبر. اصبر صبرا أيها الملك، أيها الحاكم. إن عنا حادث، أي إن ظهر ووقع حادث من الحوادث ومن المحزنات. عنا أي ظهر في الحياة، فإن الحياة عرضة للحوادث، فإذا وقع لك حادث فعليك بالصبر. فعاقبة الصبر الجميل جميل، لأن الصبر الجميل يؤول بالإنسان إلى عاقبة حميدة ونتيجة طيبة ورضوان من الله ومثوبة. ولا تيأسا من صنع ربك، إنه ضمين بأن الله سوف يديل. لا تقنط من صنع ربك، أي من رحمة ربك ومن تفريج ربك ومن رحمة ربك ولطفه بك في المصيبة، فإن الله سبحانه وتعالى تأتي من عنده ألطاف وبركات ورحمات في خضم المصائب، وتخرج الإنسان من هذه الورطة، فإذا به مبيض الوجه مرتفع الرأس. إنه أي إن الرجاء وعدم اليأس، الضمير يرجع إلى عدم اليأس لا تيأسا. إن عدم اليأس والرجاء ضمين يضمن بأن الله سوف يديل، هذا ضامن بأن الله سبحانه وتعالى سوف يخلصك ويخرج لك مخرجا. يديل أي يديل أيامك،
ويغير أحوالك. فإن الليالي إذ يزول نعيمها تبشر أن النائبات تزول. ثم هو يعطي أمثلة لتغيير الله سبحانه وتعالى. السيئات، وقد جاء في كتاب الله كل يوم هو في شأن. قال المفسرون: أن يشفي المريض، ويطيب المحزون، ويقوي الضعيف، ويزيل الفقر، وقد ينتقم من الظالمين. هذا أيضا شأنه. فإن الليالي إذ يزول نعيمها، أي نحن نرى أن النعيم يزول ولا يبقى. كذلك تبشر هذه الليالي أن النائبات تزول. فإن النعيم زائل والبؤس زائل، النائبات كذلك تزول. كما أن النعيم قد زال ورحل، كذلك النائبات والمصيبات راحلة عما قريب وزائلة بإذن الله سبحانه وتعالى. زال يزول، أي رحل يرحل. ألم تر أن الليل بعد ظلامه عليه لإسفار الصباح دليل. انظر إلى الليل إذا اسود وادلهم خطبه وطال سواده وظلامه وامتدت فترته ووطأته، إلا أنه لا بد من فلق الصبح عليه، على الليل دليل قائم بأن الصباح سيسفر إن شاء الله سبحانه وتعالى، وينفلق الصبح وينشق من هذا الظلام الحالك. كذلك ظلام الحوادث يبشر بأن صبح الرحمة قريب. ألم تر أن الشمس بعد كسوفها لها صفح يعشي العيون صقيل. قد تتعرض الشمس للكسوف، ويكون شعاؤها ضئيلا كثيفا، ثم لا تلبث أن يظهر لهذه الشمس وجه مشرق بهاج، صفح أي وجه يعشي العيون ويبهر الأنظار، صقيل أي مشرق من غير قدرة ولا غبار، وجه صقيل جميل كالمرآة المجلوة المصقولة. وأن هلال النضو يقمر بعدما بدا، وهو شخط الجانبين ضئيل. أنت ترى أن الهلال النضو، أي الضئيل الضعيف الهزيل،
فإن الهلال حينما يبدو يبدو صغيرا ضئيلا، ولكنه لا يزال يكبر ويكبر حتى يكون بدرا. يقمر، يصير قمرا بعدما بدا، اي ظهر، وهو شخط الجانبين، اي وهو رقيق الجوانب، ضئيل خفيف النور، ثم يكون نوره لامعا براقا قويا، يمشي فيه السارون، فقد يعطف الدهر الأبي عنانه، فيشفى عليل أو يبل غليل، فبفضل الله سبحانه وتعالى تتغير الحوادث وتتبدل حوادث الدهر، فيصرف الدهر الأبي، أي الممتنع المتمرد الذي اشتدت وطأته، هو يصرف وجهه من سيء إلى حسن بفضل الله سبحانه وتعالى، فيشفى عليل، أي فيصح المريض، أو يبل غليل ويزول غليل بالماء الصافي الزلال، يروى الصادي العطشان بالماء الزلال الطيب الذي يجده بإذن الله سبحانه وتعالى، ويرتاش مقصوص الجناحين بعدما تساقط ريش واستطار نسيل. قد يتعرض الطير للمصيبة فيقص جناحه، ثم إذا به يرتعش مرة ثانية، أي يظهر ريشه جميلا من جديد بعدما تساقط ريشه واستطار نسيل وزال جناحه وشعره. نسيل بمعنى الريش والشعر. ولا غرو إن أخنت عليك، فإنما يصادم بالخطب الجليل جليل. لا عجب إن أخنت عليك، أي إن اشتدت عليك الأيام وثقلت عليك الحوادث، فإنما يصادم بالخطب الجليل، أي بالحادث الكبير، يتعرض رجل كبير. هذا من سنن الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان كلما كان كبيرا كانت مصيباته ونائباته شديدة، وخطوبه جسيمة، وما أنت إلا السيف يسكن غمده، ومثلك مثل السيف يكون ساكنا في غمده، فغمده ساكن وهو ساكن في غمده، أي في قرابه في غلافه، ولكن هذا لا يغر أحدا، فإنه يخرج لماعا براقا في يوم كريهة،
ليشقى به يوم النزال قتيل ليقتل بهذا السيف. الناس الكثيرون يوم الحرب، يوم النزال أي يوم المعركة والقتال. أما لك بالصديق يوسف أسوة ومثلك للأمر العظيم حمول. لك أسوة حسنة في حياة سيدنا يوسف عليه السلام، كيف تعرض للمصائب، ألقي في البئر وكيد له كيدا عظيما، ثم سجن، ثم تعرض للفتنة، ولكن الله سبحانه وتعالى أدال له الأيام وأخرجه خروج السيف من الجلاء وبروز البدر من الظلماء، خروج السيف من الجلاء وخروج البدر من الظلماء. ومثلك للأمر العظيم حمول، مثلك أيها الرجل الكبير الشجاع لا يجزع بوقوع الحوادث، وإنما أنت صابر ومحتمل للعظائم الشدائد. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الشعر جميل رقيق مطيب الخواطر، فيه صبر وسلوان. والسلام عليكم ورحمة